أخطاء كنت بتعمل إيه؟ نعم، في البداية حينما وصلت كنت مصدوم قليلا أن لا يوجد نظام رادع للحكام المخطئين، ولا يوجد نظام يتماشى مع قوانين الفيفا مع الحكام، فبالتالي لم يتماشى النظام المصري مع النظام التحكيم المصري مع نظام الفيفا، فوجدت بعض الأخطاء الكبيرة المتكررة والتي لا تتناسب مع مستوى الحكام الدوليين، فأكدت على استخدام البرامج التعليمية أولا قبل أن أضع أي عقوبات. حينما وصلت كان يجب على الحكام مراجعة هذه الأنظمة الدولية، ويجب عليهم أن يراجعوا الأخطاء السابقة لكي لا تحدث في فترتي. خلال اللجنة التي كنت أرأسها استطعت أن أتوقف على الكثير من المعايير مع الحكام، وتأكدت أن الحكام، لم أقل أن الحكم يجب على أن يحكم مباراتين أو ثلاث مباريات خلال مدة معينة، هذا كلام قيل عني، ولكن كل حكم لديه الفرصة أن يتواجد، ولديه الفرصة أن يثبت كفاءته. حينما يصنع الحكم خطأ في مباراة ويتكرر هذا الأمر، حينما غادرت مصر في يناير على سبيل المثال، قد وجدت الكثير من الأخطاء للحكام، ووجدت أن اللجنة تعطيه مباريات، وحدث هذا قبل وبعد ما غادرت. أنا لم أكن أفعل ذلك، أنا كنت أوحد المعايير مع كل الحكام. طيب، يعني برضو خلال الفترة اللي أنت حضرتك كنت متواجد فيها، يعني حكم زي مارتشينياك حكم نهائي كاس العالم أدار لقاء مباراة الأهلي وبيراميدز، مباريات الأهلي والزمالك كان فيها حكام أجانب على مستوى عالي، هل كنت بتجد أي حرج في استقدام حكام أجانب لمثل هذه المباريات من وجهة نظرك؟ طبعا إذا نظرت إلى تاريخي في السعودية، في حينما كنت أرأس لجنة الحكام، أنا كنت أستخدم الحكام الأجانب، وكان هذا الأمر كان مشكلة ثقة للحكام السعوديين، وكان هذا قرار اللجنة الحكام والاتحاد السعودي بعدم استخدام الحكام الأجانب. ولكن حينما أتيت مصر وجدت أن الحكام يتفهمون ذلك، وجدت أن بعض الحكام المصريين قادرين على إدارة النهائيات بشكل كبير ويتعلمون من الحكام الأجانب. بالنسبة لي كان لدي العلاقات وكان لدي الاتصالات خارجا، وكان سهلا علي أن أستقبل